وبعدين بعد الدقيقة 30، بعد بالظبط بعد البريك الصغير اللي هو الدقيقة دقيقة ونص، مستر فايلر عمل تغيير ونقل جيراردو الناحية الثانية. بعد كده لقينا شكل النادي الأهلي من الناحية الهجومية اتغير. ده فعلا حصل، ان هو كان بادئ بجونيور اجاييه و مروان محسن اتنين راس حربه. جونيور طبعا بطبيعه الحال ما بيبقاش راس حربه كلاسيك زي مروان بس بينزل بيتحرك، لكن في النهايه بيطلع تاني ويتمركز في الراس حربه. عندك كان في ناحيه الشمال جيرالدو وناحيه اليمين قفشه، وقفشه بطبع الحال برضو لو انت لاحظت ال 30 دقيقه الاولانيين كان قفشه بيخش يلعب في الايه في المكان المفضل ليه اللي هو 10 في قلب الملعب بالزبط. عشان يستلم بالزبط. ويبقى حل من الحلول للناس اللي هي لعيبه وسط الملعب. اللي عايز اقوله ان بعد البريك ده المنظر كمان اتحسن، بدا النادي صحيح. الاهلي يعني يروح اكتر للمرمى بتاع امبي، بدا كمان يبقى فيه انسيابيه في الاداء صح. لما جيرالدو راح ناحيه اليمين وجي جونيور اجي ناحيه الشمال بالزبط. النقطه اللي لازم ناكدها ونبقى عارفينها ومتاكدين منها، واحنا قلنا ان ممكن مباراه الدوري يبقى فيه تجارب وفيه يعني تركيبات معينه تمشي ما تمشيش، لكن جيرالدو ناحيه الشمال مع علي معلول ده ثنائي مش هيركب قوي. جيرالدو ناحيه اليمين بيبقى عنده انسيابيه اكتر وبيبقى عنده حلول وعنده كمان رجله الشمال بيبدا يخش على جوه فيبدا يعمل اسيست او يشوط وممكن بيفتح لمحمد هاني انه يتقدم. دي بدات تتظبط لما قفشه بدا يخش مكانه، جونيور اجير راح ناحيه الشمال وبدانا نلعب 4-2-3-1. بدا الاداء يعني يتحسن وبدانا نروح لمرمى امبي بكثافه اعلى. اللي عايز اقوله كمان ان انا بحيي بقى فايلر في الحته دي، يعني انا كمدير فني ما لقيتش 30 دقيقه في الاول التركيبه بتاعتي مش ماشيه يبقى انا بغير طبعا مش لا هو ممكن ما يبقاش مصمم، في ممكن مصمم وفي ممكن مش واخد باله يعني مش 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 قاري، لا هو واضح انه قاري بدليل انه بعد 30 دقيقه لقى في حاجه مش مظبوطه ومش ماشيه فراح مغير ورجع او مش اشتغل بالطريقه اللي هو اللعيبه تكون مستريحه فيها. جونيور مع علي معلول طريقه لعب امبي ولا هو عايز يغير بحاجه جديده؟ هو النادي الاهلي يا كابتن يعني انا في تصوري بنسبه 99% هو النادي الاهلي بيفرض طريقته، يعني امبي هو اللي هيلعب على طريقته. انا مش بتكلم لكن انت بتفرض، انا بتكلم على بدايه مستر فايلر. بدايه هو غير في شكل اللعيبه عشان امبي متوقع انه هيلعب بالطريقه دي ولا لا؟ هو لا التركيبه بتاعته مش ماشيه. جونيور لا مش بعد ما غير يوسف بدايه النادي الاهلي كان بدايه مش زي بدا دايما صح؟ ده ما تقطعش على الوقت. هل هو بدا كده بيفكر يلعب بالطريقه دي ولا عشان النهارده امبي وعارف الطريقه الدفاعيه اللي هيلعب بيها كابتن حلمي؟ ممكن يكون عايز يلعب براسين حربه، يقول لك انا مثلا العب على امبي راس حربه العب على امبي براسين حربه اللي هو جونيور على اساس جونيور جونيور متحرك وبيقدر يلعب براس حربه ويبدا يسقط لو راس حربه اساسي يعني يعمل زي 9 و10 جونيور بيلعب 9 و10 والفكره دي عملها في ماتشين والدين. لو رجعنا لماتشين والدين هتلاقي الفكره دي عملها كتير في الماتشين مظبوط، ان لعب شويه بادجي وكهربا لعب بادجي وكهربا ومجدي شويه يعني كان يعني اعتقد هو ممكن يكون بيفكر يبني حاجه على بس انا اللي عاجبني بقى ايه انه لما لقاها مش ماشيه ومش بيوصل فراح مغير راح مغير ورجع الفرقه تاني للطبيعه بتاعتها وبالتالي اتعكس ال